ايه ده؟ انتوا ازاي تدخلوا الفيلا كده بالعافيه؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ قول للهانم ان الشيخ كريم الهانم سافرت وخدت معاك كريم بيه. سافروه؟ سافروا وين وامتى؟ من ساعه وما لقيتش رايحه فين. ساعه؟ خش يا ود انت وهو اجيب الفيلا على فين؟ ادخلوا فين؟ ادخلوا فين؟ اقعد يا ود على جنب بديل ما خلي جدتك كل حته فيها في ناحيه. خش على كمبيوتر شركات الطيران. نريد ونعرف فريدة منصور أحمد وكريم كمال قدري سافروا وين وإمتى. بسرعة وكلمني. مساء الخير معالي الباشا. نريد خدمة من سعادتك. فريدة منصور اللي حجتنا عنديها سافرت وما نعرفش وين وإمتى. نريد نعطلوا الطيارة. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك لينا يا رب. مع السلامة يا باشا، مع السلامة. يا ناش دورت كويس؟ دور ثاني وكلمني بسرعة. هدي يا بنتي، انت هنا تحت جناحنا، محدش يقدر يمسك. متشكرة قوي. بس يا عم جاد ارجوك، انا محتاجة انك تكلمه وتقنعه، انا مش عايزة فلوس، انا عايزاه يخرج. دي فلوس ملعونة، مش هتجيب غير الخراب. اديها لهم يا مرت اخوي علشان تخرب عليهم. نروح له يا بنتي. خش انت نامي وارمي حمولك على الله. تفضل تفضل يا شيخ خلف، خد راحتك على الاخر خالص في الزيارة، ولا يهمك ساعة اتنين، خد راحتك. ساعة ما تعوزني اي عسكري اللي جوه دول قول له بس الصول مجاهد. كتر خيرك. الخير خيرك. اتفضل اتفضل. ولدي ولدي بعد هالك يا ولد، هتفضل قاعد هنا وتبعت لي في حريمك. يا فريدة عندك؟ أنا قلت لها تاخد كريم وتسافر. قلبها ما طوعاش وجت قعدت معانا. دول ضرار يا ولد أبوي. لا يا ولدي، حق ربنا التنين سمنة على عسل زي الإخوات. الحمد لله كلك خير يا عمي. وفريدة صلبت دماغها إنها تتنازل. لا يا عم، انا قلت ولا خردل. ما بلاش مخك الناشف دي. اقبل يا ولدي واطلع عيش مع اهلك وناسك وريح قلبك وقلبي، وكفاياك الهم والغم اللي انت عايش فيه اللي مش عايز يفرقك. فرقه انت يا اخي. وبشر الصابرين يا عمي، وبشر الصابرين. انا قلت لك مش هتلاقي منه فايده. هو طول عمرك دي عيدور على النكد بمنقاش. خليك فرحان مخك الناشف ده لحد ما يعدموك. النطق سعد، الله يخرب بيتك. انا قلت اللي خلصني قدام ربني. طمن قلبك يا ابن ابوي، انا بريء. واذا كان قانونهم ظالم يا ولد ابوي، قانون ربنا اقوى. ربنا هو الحكم، هو العدل. الست تشكر على اللي قالته، بنت اصل بصحيح، لكن ده ما يرضيش حد ابدا. بعد كل الشجا ده ترموا كل حاجه لقريب، والله ما يحصل ابدا. اسمعوا كلامي يا خال، جد مطالب بنجله لسجن اسيوط، والباقي علي انا. سلمان يا ولدي، اللي عملته مرت ولدي هو عين العقل، لان لو خلف هرب من الحكومة هيفضل كريم حاطط السكينة على رقبتها هي ولدي. نفكر ندورها كيف. تعبتك كتير. أنا مش هسيبها غير وانت براء. من بقك لباب السما كتر خيرك يا أختي. أفكار!
إن القضية المنظورة أمام حضراتكم ليست فقط قضية قتل للمجني عليهما متولي وزنهم، فحسب ما ورد في أوراق القضية هي لا تحتاج إلى المرافعة، لأن كل الأدلة المادية بما فيها المطوى الموجودة في أحراز القضية تثبت أنه ليس هناك أي مجال للشك في أن المتهم حسن عبد العزيز إبراهيم وشهرته خلف الله هو الذي قام بارتكاب الجريمة. ولكن يا سادة، الجريمة الأخطر هو قيام هذا المتهم باستغلال الناس وبممارسة جريمة السحر والدجل والشعوذة. خلف مش دجال، خلف ما يعرفش غير كلام الله وعمره ما مسك غيره. كلمة ثانية طلعك بره، سامعة؟ ده بفضل. أرى يا حضرات المستشارين أن الجريمة الأخطر من جريمة القتل هو استغلال هذا المتهم لمعاناة البسطاء من الناس، فقد أوهمهم هذا المتهم بأنه يملك في يده مفاتيح الخير والصحة والسعادة لهم، خدرهم باستغلال أحلامهم. هذا ما فعله هذا المتهم، وللأسف صدقوه فاستغلهم وسلبهم كل ما يملكون. الكلام ده كده، أنا عمري ما أزيد حد جه لحد بابي أو رحت أنا لحد بابي. في محامي موجود يدافع عنك. كلمة تانية وأحرمك من حضور الجلسة. النيابة اتفضل. هذا المتهم وكل من يدور في فلكه الجهنمي يستغل جهل الناس بحقيقة الدين ويوهمهم أنه يريد الخير لهم، وهو في حقيقة الأمر يريد أن يتغذى على دمائهم، فهو وأمثاله كالخفافيش لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في الكهوف المظلمة، فأعينهم لا تستطيع أن ترى نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. اللي عايزين يطفوا نور ربنا مش هنا في القفص، والخفافيش اللي سيادتك بتقول عليها لسه في شحورها مستنيه نهار ربنا يضعف عشان تطلع وتكلبش في عقول الناس وتسمم قلوبها وتوجع الناس في بعضيها. سايبينهم ليه؟ سايبينهم ليه؟ حكموهم قبل ما يسوقونا زي الغنم للهلاك. وبعدين معاك. النيابة اتفضل تكمل. أطلب من عدالتكم تطبيق المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، حتى يكون هذا المتهم أمثاله عبرة لمن تخول له نفسه أن يعبث بعقول وأحلام الناس باسم الدين. أطالب عدالتكم بتطبيق أقصى عقوبة، الإعدام شنقا. حكموهم هم، ما تحكمونيش أنا، أنا بريء. أنا عمري ما قتلت ولا اعتديت ولا غشيت ولا سديت بابي في وش حد. أنا مديت يدي لخلق الله أدعي لهم بالرحمة والمغفرة. ولدي مظلوم، ده حافظ كتاب الله وبيعمل بيه، حرام عليكم. أطلب من عدالتكم إعطائي أجل لحين استكمال دليل النفي عن وجود البصمات على أداة الجريمة وبكامل وعي المتهم، حيث أن هذه البصمات تم رفعها بواسطة الطب الشرعي. هذه البصمات تمت على غير إرادة ووعي موكلي. تؤجل القضية لجلسة 30/6. رفعت الجلسة. محكمة. أيوه عم جاد. ها طمني. طب هو كويس؟ بقول لك انا محتاجه اروح الجلسه الجايه. لا لا ما ينفعش، لا لازم انزل واشوفه.
كريم هيجرى له ايه؟ اهو كويس وانتم مخليين بالكم منه. انا محتاجه اشوف خلف. عم جاد ما هو مش كل حاجه هينفع اعملها على الفاكس والايميل، محتاجه اشوفه ومحتاجه اكلم ناس هناك. ارادت النيابه ان توجه لموكلي تهمتين هو منهما براء. الاولى هو قتل المجني عليهما متولي وزينهم، وقدمت لعدالتكم دليل الإدانة الوحيد في هذه القضية، ألا وهو السكين المستخدم في هذه الحادثة. نجد أمامنا عدة طعنات طعن بها متولي، وتهشم بالرأس وذبح من الرقبة لزينهم، وأن قوة تنفيذ الطعنات والضرب على الرأس مختلف تماما، مما يدل على أن هناك آخرون في الجريمة، وهذا يثبت براءة موكلي من كل التهم المنسوبة إليه في هذه الجريمة. أنا قدمت يا شيخ كريم لحبل المشنقة على طبق من فضة. وهناخد إيش من حبل المشنقة؟ أنتوا الاتنين بتفكروا في المشكلة ببساطة، لكن العواجب محدش فيكم يعرف حدودها. حبل المشنقة ده يا شيخ كريم هيهز كيان فريدة، هيخليها تيجي راقعة تحت رجلنا وتنفذ كل اللي احنا عاوزينه منها. المهم اننا نخلص من المشكلة بسلام. الحكاية مش حكاية صفقة سلاح زي ما الكل فاهم، لا، دي حكاية وراها روس كبيرة تعدي حدودنا. دي صفقة دول يا حاجة زهرة. امال يعني مرمطتني قصادهم وفهمتني ان هم دول صحاب البضاعة كانوا ايه يا شيخ كريم؟ مسألة اكبر من تفكيرك يا حاتم بيه. ربنا يستر في اللي جاي. يا خسارة، انا في حياتي كلها ما شفت حد بغباء الشيخ خلف ده. كان ممكن يفتح كنوز الملك سليمان نفسه. اللي انا متأكد منه دلوقتي إن زمان فريدة قاعدة في مكان تبع الشيخ خلف وبتدير الشركة من هناك بالتليفون. أحسن لها تتصل، لأن أكتر من هوك هولع لها في الشركة والمصانع كلها. حد يولع في ماله برضو؟ ده مالك وإحنا معاك يا شيخ كريم، كل حاجة تفكر فيها إحنا معاك. دي العصاية والسبحة بتوع خلف، أنا خبيتهم، لقيتهم ساعة الحادثة، خفت يكون ضربهم بيها. أنا عارفة إن الحاجة دي ممكن تكون السبب في إن خلف يتحكم عليه، بس عشمي في ربنا كبير، وقلبي حاسس كده إن الحاجة دي يمكن تكون سبب براءته. أنت كده غلطتي غلط كبير قوي، لأنك ارتكبتي جريمتين، جريمة إخفاء أدلة وجريمة عبث بمسرح الجريمة. يا بنتي أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ يعملوا اللي يعملوه، ان شاء الله حتى يعدموني، بس خلف ياخد براء. شوفي بقى، انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي حاجة واحدة بس، ان انا اخد الحاجات دي واروح بيها القسم، اعمل بيها محضر رسمي يحولوها للنيابة وبعدين المعمل الجنائي، وبعدين نستنى بقى نشوف ايه النتيجة. ليس امامنا سوى ان نستمع الى موكلي ليشرح لنا كيفية وقوع هذه الجريمة، فلتسمح لي المحكمة أن أستجوبه أمامكم. جاوب على الأسئلة خلف الله باختصار. تفضل يا أستاذ. أيوه، أنا متأكدة إن حاتم عرفني. أنا هسبقكوا على الأوتيل، افضلوا جنبي بس من بعيد. متأكد إنها هي؟ أيوه طبعاً. هو أنا هتوه عن فريدة؟ أنا كنت متأكد إن هي في مصر وما سافرتش. لما سألت هنا يبقى هنجيبها. هتمشي وين؟ ممكن يا خلف الله تشرح لنا الجريمة دي تمت إزاي؟ ليلة الحادثة أنا رحت Thank you.
يقتل ما يقتلك. لا سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا. اخر مره اخر مره سادة. أن السيدة الغامضة التي تجاهلت النيابة استدعاءها قامت هي وبلطجيتها بتخدير موكلي واستخدام عصاتي في الجريمة، كما قاموا أيضا بضرب زنهم واستخدام المطوة في نفس الجريمة، واختفت العصا كما اختفت المطوة المستخدمة في قتل الضحيتين، لتظهر بعد ذلك فجأة أمام باب مكتبي، وقمت بدوري بتسليمها للقسم في محضر رسمي، وقاموا بتحويلها للنيابة ثم إلى المعمل الجنائي. هذه العصا تفوق في أهميتها المطوة المستخدمة في هذه الحادثة، وسوف يتأكد لعدالتكم أن هناك بصمات أخرى غير مطابقة لبصمات موكلي وبصمات المجني عليهم، مما يقطع بصحة شهادة موكلي من أن هناك جنات آخرين هم الذين ارتكبوا هذه الحادثة. تؤجل الجلسة لحين ورود فريق المعمل الجنائي. ربع بعد الجلسة. إن شاء الله براءة والد براءة. إن شاء الله يا خلف. إن شاء الله براءة والد. يا لطيف اللطف يا رب، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اطلب بينا يا كريم. مبروك يا عمي، مبروك. الحمد لله. عمي والولد. اللهم صل على النبي. واد زي القمر يا عم. ابعد ابعد ابعد، لا تخلع الواد، ابعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شبح حسن. ايوه يا باشا، تمام تمام حضرتك، مظبوط يا فندم. موجود سعادتك، موجود.
نسلمه. حاضر. تمام يا فندم، تمام. تفضل. وصل يا فندم. تمام سعادتك، حالا حالا، مع السلامة. تفضل. شكرا. تفضل اهو يا سيد الناس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خلي بالك منه، ربنا يحفظك يا فضل الله. بكره يا اخويا تخرج له بالسلامه وتاخده في حضنك وتحفظه كتاب الله يا رب ان شاء الله. فريده بالعافيه منعناها النتيجه، كرم وحاتم شافوها الجلسه اللي فاتت. خير ما عملته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحق العدل. إن وقائع الدعوة المعروضة بالقضية رقم 56734 وبدراسة أسبابها وما أرفق بها من أحراز ومستندات، وبعد الاطلاع على المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم حسن عبد العزيز إبراهيم وشهرته خلف الله إلى مفتي الديار المصرية. إني ليا في كل خراب عفريت. بس ما طلتوش حاجة، أنا مستنيها من زمان. إن جاب الوجه كريم. ما تقلقوش يا جماعة، القضية لسه ما خلصتش، لسه في نقد. واللي خلق الخلق يا أستاذ، لو خلف ولد خالي جرى له حاجة لا هيطير فيها رجال. وأنا هقدم تظلم بعد جلسة النقد بالحب عشان نحدد جلسة للنقد بأسرع وقت. اللي عايزين يطفوا نور ربنا مش هنا في القفص، والخفافيش اللي سيادتك بيقول عليها لسه مش حورها، مستنيه نهار ربنا يضعف عشان تطلع وتكلبش في عقول الناس وتسمم قلوبها وتوقع الناس في بعضيها. سايبينهم ليه؟ سايبينهم ليه؟ حكموهم. واكيد يا فندم المحامي بتاعه هيقدم نقد. الشكل ده الشيخ خلف بقى خطر علينا جدا، بقينا مكشوفين له. عشان كده لازم نخلص منه. اتفضل سعد. اقفل لي الباب ده. حاضر. خير يا احمد بيه؟ للاسف يا مولانا اترفض النقد والمفتي صدع الحكم. اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. انت تسمع اللي انا هقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد، فاهم ولا لا؟ خد دول اضربهم في شويه ميه واشربهم. ايه ده؟ دي خلطه بيعملوها المساجين اللي هنا، بتخليهم يتعبوا ويبقوا كأنهم هيموتوا. احنا بقى بنحولهم على المستشفى، وفي المستشفى 100,000,000,000 حاجة ممكن تحصل. عايز نهرب يا عماد بيه؟ يا مولانا، يا مولانا، احنا ما نضمنش الظروف ولازم ناخد احتياطنا. ايوه، بس اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. وربنا خلق لك فرصة للهروب اهو، نقول له لا؟ اسمع اللي بقول لك عليه، ما فيش وقت. يعني لو هربت ده هينجيني من الموت.
انت مش عارف لو قعدت هنا ممكن يجرى لك ايه. انت في 100 مليون عين عليك. عماد بيه، مش معقول الواحد يهرب من النور عشان يقضي بقيه حياته في الظلمه وكل خطوه ناحيه الموت بتقربني من ربنا سبحانه وتعالى. سلمان اللي هو عنده باقي السلاح من على البار بس، لكن سنادقهم صعيبة دي مش بالسهل. انت عايز يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك. شيخ فضل، انا ما ازنكش، أنا حبيت. هو الحب ذنب؟ الحب له ألف باب. أنا دخلت من الباب اللي لقيته مفتوح قدامي. وكان فين عجلك يدل قلبك على الطريق الصحيح؟ ليه؟ أنا ضليت الطريق. أنت انشغلت بالحياة عن واهب الحياة. فين سبحتك؟ فين عصايتك؟ ضاع. ضاعوا مع روحك يا خلف. شيخ فضل، أنا لجأت إليك والأولياء الله، اتمنيت تاخدوني معاكم، ردتوني لأن لسه ما كانش الأمر الإلهي جه، وكل شيء بيد الله. ولما جه الأمر أنت رفضت الموت وتمسكت بالدنيا. لأني حسيت إن نصيبي من الدنيا قليل. مش ده كان طلبك؟ أنت اللي اخترت. اخترت إيه؟ اخترت الدنيا. دلوك مش عاوز حاجة. حملت أمسي وغدي وسرت نحو الموعدي حتى وصلت شاطئاً يهمس بالتشهد وترتوي آفاقه بالنور والتعبد. فقلت طيري واصعدي يا نفس حان موردي، فأجهشت وانتفضت بلحنها الممرد. نزعت ذاتي وانتهت حقيقتي إلى الأبد. يا رب لك الصلاة والحمد من كل الحياة. الحمد لله. من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك. الحمد لله. يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك. تمام سعادتك.
حول ولا قوة إلا بالله. المحكوم عليه مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مكتوب لك تموت يا شيخ خلف، بس ما تتعدمش. ظلم يا ولد أبوه. جنون ربنا أقوى. ربنا هو الحكم، هو العدل. الست تشكر على اللي قالته. بنت أصل بصحيح، لكن ده ما يرضيش حد أبدا. بعد كل الشجا ده ترمي كل حاجة لقريب، والله ما يحصل أبدا. اسمعوا كلامي يا خال، قدموا طلب بنقله لسجن أسيوط، والباقي علي أنا. سلمان يا ولدي، اللي عملته مرت ولدي هو عين العقل، لأن لو خلف هرب من الحكومة هيفضل كريم حاطط السكينة على رقبتها هي ولدي. نفكر ندورها كيف. تعبتك كتير. أنا مش هسيبها غير وانت براء. من بقك لباب السما كتر خيرك يا أختي. إن القضية المنظورة أمام حضراتكم ليست فقط قضية قتل للمجني عليهما متولي وزيرهم، فحسبما ورد في أوراق القضية هي لا تحتاج إلى المرافعة، لأن كل الأدلة المادية بما فيها المطوع الموجودة في أحراز القضية تثبت أنه ليس هناك أي مجال للشك في أن المتهم حسن عبد العزيز إبراهيم وشهرته خلف الله هو الذي قام بارتكاب الجريمة. ولكن يا سادة، الجريمة الأخطر هو قيام هذا المتهم باستغلال الناس وبممارسة جريمة السحر والدجل والشعوذة. خلف مش دجال. خلف ما يعرفش غير كلام الله وأمره ما مسك غيره. كلمة ثانية طلعك بره. تمام؟ ده بفضل. أرى يا حضرات المستشارين أن الجريمة الأخطر من جريمة القتل هو استغلال هذا المتهم لمعاناة البسطاء من الناس، فقد أوهمهم هذا المتهم بأنه يملك في يده مفاتيح الخير والصحة والسعادة لهم، خدرهم باستغلال أحلامهم. هذا ما فعله هذا المتهم، وللأسف صدقوه فاستغلهم وسلبهم كل ما يملكون. الكلام ده كده. أنا عمري ما أذيت حد جه لحد بابي أو رحت أنا لحد بابي. في محامي موجود يدافع عنك. كلمة تانية وأحرمك من حضور الجلسة. النيابة اتفضل. هذا المتهم وكل من يدور في فلكه الجهنمي يستغل جهل الناس بحقيقة الدين ويوهمهم أنه يريد الخير لهم، وهو في حقيقة الأمر يريد أن يتغذى على دمائهم، فهو وأمثاله كالخفافيش لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في الكهوف المظلمة، فأعينهم لا تستطيع أن ترى نور الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
صدق الله العظيم. اللي عايزين يطفوا نور ربنا مش هنا في القفص، والخفافيش اللي سيادتك بتقول عليها لسه في شحورها مستنيه نهار ربنا يضعف عشان تطلع وتكلبش في عقول الناس وتسمم قلوبها وتوجع الناس في بعضيها. سايبينهم ليه؟ سايبينهم ليه؟ حكموهم قبل ما يسوقونا زي الغنم للهلاك. وبعدين معاك النيابة، اتفضل تكمل. أطلب من عدالتكم تطبيق المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات حتى يكون هذا المتهم وأمثاله عبرة لمن تخول له نفسه أن يعبث بعقول وأحلام الناس باسم الدين. أطالب عدالتكم بتطبيق أقصى عقوبة، الإعدام شنقا. حكموهم هم، ما تحكمونيش أنا، أنا بريء. أنا عمري ما قتلت ولا اعتديت ولا غشيت ولا سديت بابي في وش حد. أنا مديت يدي لخلق الله أدعي لهم بالرحمة والمغفرة. ولدي مظلوم، ده حافظ كتاب الله وبيعمل بيه، حرام عليكم. أطلب من عدالتكم إعطائي أجل لحين استكمال دليل النفي عن وجود البصمات على أداة الجريمة وبكامل وعي المتهم، حيث أن هذه البصمات تم رفعها بواسطة الطب الشرعي. هذه البصمات تمت على غير إرادة ووعي موكلي. تؤجل القضية لجلسة 30/6. رفعت الجلسة. محكمة! أيوة عم جاد. ها طمني. طب هو كويس؟ بقول لك أنا محتاجة أروح الجلسة الجاية. لا لا ما ينفعش. لا لازم أنزل وأشوفه. كريم هيجرى له إيه؟ أهو كويس وأنتم مخليين بالكم منه. أنا محتاجة أشوف خلف. عم جاد ما هو مش كل حاجة ينفع أعملها على الفاكس والإيميل. محتاجة أشوفه ومحتاجة أكلم ناس هناك. أرادت النيابة أن توجه لموكلي تهمتين هو منهما براء. الأولى هو قتل المجني عليهما متولي وزنهم، وقدمت لعدالتكم دليل الإدانة الوحيد في هذه القضية، ألا وهو السكين المستخدم في هذه الحادثة. نجد أمامنا عدة طعنات طعن بها متولي، وتهشم بالرأس، وذبح من الرقبة لزنهم، وأن قوة تنفيذ الطعنات والضرب على الرأس مختلف تماما، مما يدل على أن هناك آخرون في الجريمة، وهذا يثبت براءة موكلي من كل التهم المنسوبة إليه في هذه الجريمة. أنا قدمت يا شيخ كريم لحبل المشنقة على طبق من فضة. وهناخد إيش من حبل المشنقة؟ أنتوا الاثنين بتفكروا في المشكلة ببساطة، لكن العواقب حدش فيكم يعرف حدودها. حبل المشنقة ده يا شيخ كريم هيهز كيان فريدة، هيخليها تيجي رقعة تحت رجلنا وتنفذ كل اللي احنا عاوزينه منها. المهم اننا نخلص من المشكلة بسلام. الحكاية مش حكاية صفقة سلاح زي ما الكل فاهم، لا، دي حكاية وراها روس كبيرة تعدي حدودنا. دي صفقة دول يا حاجة زهرة. مال يعني مرمطتني قصادهم وفهمتني ان هم دول صحاب البضاعة كانوا ايه يا شيخ كريم؟ مسألة اكبر من تفكيرك يا حاتم بيه. ربنا يستر في اللي جاي. يا خسارة، انا في حياتي كلها ما شفت حد بغباء الشيخ خلف ده. كان ممكن يفتح كنوز الملك سليمان نفسه. اللي انا متأكد منه دلوقتي إن زمان فريدة قاعدة في مكان تبع الشيخ خلف وبتدير الشركة من هناك بالتليفون. أحسن لها تتصل، لأن أكتر من هوك هولع لها في الشركة والمصانع كلها.
حد يولع في ماله برضو. ده مالك واحنا معاك يا شيخ كريم، كل حاجة تفكر فيها احنا معاك. دي العصاية والسبحة بتوع خلف، انا خبيتهم لقيتهم ساعة الحادثة، خفت يكون ضربهم بيها. انا عارفة ان الحاجة دي ممكن تكون السبب في ان خلف يتحكم عليه، بس عشمي في ربنا كبير، وقلبي حاسس كده ان الحاجة دي يمكن تكون سبب براءته. انت كده غلطتي غلط كبير قوي، لانك ارتكبتي جريمتين، جريمة اخفاء ادلة وجريمة عبث بمسرح الجريمة. يا بنتي انت بتقول ايه يا استاذ؟ يعملوا اللي يعملوه، ان شاء الله حتى يعدموني، بس خلف ياخد براءة. شوفي بقى، انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي حاجة واحدة بس، ان انا اخد الحاجات دي واروح بيها الاسم، اعمل بيها محضر رسمي يحولوها للنيابة، وبعدين المعمل الجنائي، وبعدين نستنى بقى نشوف ايه النتيجة. ليس امامنا سوى ان نستمع الى موكلي ليشرح لنا كيفية وقوع هذه الجريمة، فلتسمح لي المحكمة ان استجوبه امامكم. جاوب على الاسئلة خلف الله باختصار. تفضل يا استاذ. ايوه انا متأكدة ان حاتم عرفني، انا هسبقكوا على الاوتيل، افضلوا جنبي بس من بعيد. متأكد انها هي؟ ايوه طبعا، هو انا هتوه عن فريدة. انا كنت متأكد ان هي في مصر وما سافرتش. مادام مسألة هنا يبقى هنجيبها، هتمشي وين؟ ممكن يا خلف الله تشرح لنا الجريمة دي تمت ازاي؟ ليلة الحادثة أنا رحت وحياة الميت لك. لا سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، آخر مرة آخر مرة. ليه؟ أخدت إيه؟ We'll be right back.
يظهر بوضوح يا سادة أن السيدة الغامضة التي تجاهلت النيابة استدعاءها قامت هي وبلطجيتها بتخدير موكلي واستخدام عصاتي في الجريمة، كما قاموا أيضا بضرب زنهم واستخدام المطوة في نفس الجريمة، واختفت العصا كما اختفت المطوة المستخدمة في قتل الضحيتين، لتظهر بعد ذلك فجأة أمام باب مكتبي، وقمت بدوري بتسليمها للقسم في محضر رسمي، وقاموا بتحويلها للنيابة ثم إلى المعمل الجنائي. هذه العصا تفوق في أهميتها المطوة المستخدمة في هذه الحادثة، وسوف يتأكد لعدالتكم أن هناك بصمات أخرى غير مطابقة لبصمات موكلي وبصمات المجني عليهم، مما يقطع بصحة شهادة موكلي من أن هناك جنات آخرين هم الذين ارتكبوا هذه الحادثة. تؤجل الجلسة لحين ورود فريق المعمل الجنائي. روح بعد الجلسة. إن شاء الله براءة يا ولد. براءة إن شاء الله يا خلف. إن شاء الله براءة يا ولد. يا لطيف اللطف يا رب، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اطلب بينا يا كريم. مبروك يا عمي، مبروك. الحمد لله. سمي الله والولد. اللهم صل على النبي. واد زي القمر يا عم. ابعد ابعد ابعد، لا تخلع الواد، ابعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شبح حسن. ايوه يا باشا، تمام تمام حضرتك، مظبوط يا فندم. موجود سعادتك، موجود، نسلمه. حاضر، تمام يا فندم، تمام. تفضل. وصل يا فندم، تمام سعادتك. حالا حالا، مع السلامة. تفضل. شكر. فضل اهو يا سيد الناس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خلي بالك منه، ربنا يحفظك يا فضل الله. بكره يا اخويا تخرج له بالسلامه وتاخده في حضنك وتحفظه كتاب الله يا رب إن شاء الله. فريدة بالعافية منعناها النتيجة، كرم وحاتم شافوها الجلسة اللي فاتت. خير ما عملته. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحق العدل. إن وقائع الدعوة المعروضة بالقضية رقم 56734 وبدراسة أسبابها وما أرفق بها من أحراز ومستندات، وبعد الاطلاع على المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم حسن عبد العزيز إبراهيم وشهرته خلف الله إلى مفتي الديار المصرية. اني ليا في كل خراب عفريت، بس ما طلتوش حاجه، انا مستنيها من زمان. النجاب الوجه كريم. ما تقلقوش يا جماعه، القضيه لسه ما خلصتش، لسه في نقض. واللي خلق الخلق يا استاذ، لو خلف ولد خالي جرى له حاجه لا هيطير فيها رجال. وانا هقدم تظلم بعد جلسه النقض بالحب عشان نحدد جلسه للنقض باسرع وقت. اللي عايزين يطفوا نور ربنا
مش هنا في القفص. والخفافيش اللي سيادتك بيقول عليها لسه مش حورة، مستنية نهار ربنا يضعف عشان تطلع وتكلبش في عقول الناس وتسمم قلوبها وتوقع الناس في بعضيها. سايبينهم ليه؟ سايبينهم ليه؟ حكموهم. وأكيد يا فندم المحامي بتاعه هيقدم نقد. الشكل ده الشيخ خلف بقى خطر علينا جدا، بقينا مكشوفين له. عشان كده لازم نخلص منه. اتفضل سعد. اقفل لي الباب ده. حاضر. خير يا احمد بيه؟ للاسف يا مولانا اترفض النقد والمفتي صدع الحكم. اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. انت تسمع اللي انا هقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد، فاهم ولا لا؟ خد دول اضربهم في شويه ميه واشربهم. ايه ده؟ دي خلطه بيعملوها المساجين اللي هنا، بتخليهم يتعبوا ويبقوا كأنهم هيموتوا. احنا بقى بنحولهم على المستشفى، وفي المستشفى 100,000,000,000 حاجة ممكن تحصل. عايز نهرب يا عماد بيه؟ يا مولانا يا مولانا احنا ما نضمنش الظروف ولازم ناخد احتياطنا. ايوه بس اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. وربنا خلق لك فرصة للهروب اهو، نقول له لا؟ تسمع اللي بقول لك عليه؟ ما فيش وقت. يعني لو هربت ده هينجيني من الموت. انت مش عارف لو قعدت هنا ممكن يجرى لك ايه؟ انت في 100,000,000 عين عليك. عماد بيه مش معقول الواحد يهرب من النور عشان يقضي بقيه حياته في الظلم، وكل خطوه ناحيه الموت بتقربني من ربنا سبحانه وتعالى. كان سلمان اللي هو عنده باقي السلاح من على البار بس، لكن سنادقهم صعيبة دي مش بالسهل. انت عايزه يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك. يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك. شيخ فضل انا ما أزنكش، أنا حبيت. هو الحب ذنب؟ الحب له 1,000 باب. أنا دخلت من الباب اللي لقيته مفتوح قدامي. وكان فين عقلك يدل قلبك على الطريق الصحيح؟ ليه؟ أنا ضليت الطريق. أنت انشغلت بالحياة عن واهب الحياة،
فين سبحتك؟ فين عصايتك؟ ضاع. ضاعوا مع روحك يا خلف. شيخ فضل، أنا لجأت إليك والأولياء الله، اتمنيت تاخدوني معاكم، ردتوني لأن لسه ما كانش الأمر الإلهي جه، وكل شيء بيد الله، ولما جه الأمر أنت رفضت الموت وتمسكت بالدنيا. لأني حسيت إن نصيبي من الدنيا قليل. مش ده كان طلبك؟ أنت اللي اخترت. اخترت إيه؟ اخترت الدنيا. دلوك مش عاوز حاجة. حملت أمسي وغدي وسرت نحو الموعد حتى وصلت شاطئاً يهمس بالتشهد وترتوي آفاقه بالنور والتعبد، فقلت طيري واصعدي يا نفس حان موردي، فأجهشت وانتفضت بلحنها الممرد، نزعت ذاتي وانتهت حقيقتي إلى الأبد. يا رب لك الصلاة والحمد من كل الحياة. الحمد لله. من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك. الحمد لله. يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك. الحمد لله. تمام سعادتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، المحكوم عليه مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مكتوب لك تموت يا شيخ خلف، بس ما تتعدمش.